طب عايزين حضرتك تربط لنا بين البيم والليد، ازاي نربط بين الاثنين دول؟ لان هو في حضرتك عارف الخليج مهتمين جدا بالليد الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. نعم، هلا كمان هذا السؤال ممكن يجاوب على كذا مستوى، ولكن خلينا نقول على مستوى conceptual، على مستوى عالي إذا بدك. البيم هو بيساهم بموضوع ال environmental studies وال reduction of thermal impact وال carbon footprint. Okay, now فموضوع الليت أو أي system green star أو you know depending where you are، هو مستفيد كمان من استخدام تقنيات واساليب والبروتوكولات تبعوا البيم، لانه بيعطيهم امكانيه دراسه البنايه او ستراكشر من حيث الانفيرمنتال امباكت قبل ما ينبنى البيلدينج او ستراكشر.